bu engellenmeden işgalin kavranması sağlanamayacak. Bu bilinç ve sorumluluk çerçevesinde Beytülmaktis Çalışmaları Vakfı ve Mardin Artuklu Üniversitesi koordinasyonunda Aksa'da Zamana Yolculuk isimli fotoğraf sergisinin de Profesör Doktor Abdul Fettah El Uveysi'yi kürsüye davet ediyoruz. Arz edin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أرحب بكم جميعا باسم وقف المشروع المعرفي لبيت المقدس في المؤتمر الأكاديمي الدولي 22 لدراسات بيت المقدس مستقبل بيت المقدس الدراسات الأكاديمية الذي تشارك في تنظيمه 8 جامعات تركية وجامعة ماليزية وجامعة أندونيسية. وفي البداية اسمحوا لي أن أوضح نقطة مهمة في افتتاح هذا المؤتمر. عندما يكون مسرى محمد صلى الله عليه وسلم والقبلة الأولى المسجد الأقصى محتلاً، تكون حاجتنا إلى العلم النافع حاجة ضرورية. فالعلم هنا في احتلال المسجد الأقصى ليس من أجل العلم، بل العلم بمعنى الفهم، وهو المرحلة المنهجية الثالثة في دراساتنا الأكاديمية، والذي يجب أن يؤدي للعمل، لأن علماءنا علمونا أن العلم إمام للعمل، كما أن المعرفة ليس أن تعرف، بل المعرفة أن تدرك حقيقة الأمور المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك. والإدراك هو المرحلة المنهجية الخامسة التي تؤدي إلى التغيير. وبالتالي الأمة، ونتكلم هنا عن الأمة المسلمة، الأمة المسلمة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الأولوية المنسية، وهي الإعداد المعرفي. فلقد تعلمنا من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن دراسة حركة التغيير أن الإعداد المعرفي يمثل الأساس الذي يجب أن تبنى عليه جميع الإعدادات الأخرى. والإعداد المعرفي يسبق الإعداد السياسي والإعداد العسكري، كما تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل السياسي والعسكري بدون بناء معرفي منظم ممنهج كارثة عظيمة. بل كل عمل لا يبنى على أساس معرفي مصيره الحتمي الفشل. وبالتالي تحرير العقول يسبق تحرير الأرض، وإغفال تحرير العقول وإهمال البعد المعرفي كارثة بل طامة كبرى. ولهذا العلم والمعرفة هما اللذان يقودان التغيير والتحرير والعمران. وهنا يجب أن أنبه إلى معادلة مهمة، إلى أهمية التحالف بين السلطة السياسية وبين العلم والمعرفة، كما فطن لهذا عماد الدين زنكي وابنه نور الدين زنكي وتلميذه صلاح الدين الأيوبي. حتى أن صلاح الدين عندما دخل المسجد الأقصى محررا ورأى جنوده العسكريين قد أصابهم النشوة، قال لهم عبارة مهمة جدا أريدكم أن تستمعوا إليها. اقتباس، قال: لا تظنوا أني فتحت البلاد بسيوفكم، إنما فتحتها بقلم القاضي الفاضل. صلاح الدين كان يمثل القائد السياسي والعسكري، وكان الرجل الأول في الدولة، والقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني كان يمثل رجل العلم والمعرفة، وكان بينهما تحالف. عندها تم تحرير المسجد الأقصى المبارك. وهذا مع الأسف المستعمر البريطاني والفرنسي
استفادوا منه فأرسلوا قبل أن يستعمروا بلادنا جيشا من المستشرقين بنوا عليهم دراساتهم ثم جاءوا استعمروا البلاد المسلمة. وهذا يتطلب من الأمة المسلمة أن تنتقل من التفكير الاستراتيجي إلى التخطيط الاستراتيجي. فلا يعقل أن الأمة بعد 105 سنوات على بداية الاستعمار البريطاني للأرض المقدسة المباركة لا يوجد عندها خطة استراتيجية لتحرير المسجد الأقصى المبارك. ما الذي تقوم به الأمة في 105 سنوات الماضية؟ تطفئ الحرائق التي يقوم بها العدو وندور في دائرة ردة الفعل، ولا تفكر الأمة تفكيرا استراتيجيا ولا تخطيطا استراتيجيا لتحرير المسجد الأقصى المبارك. ولهذا بدأنا المشروع الحضاري المعرفي العالمي لبيت المقدس قبل أكثر من 30 عاما من المسجد الأقصى المبارك لتحقيق هدف استراتيجي وهو المساهمة المعرفية في التحرير القادم للمسجد الأقصى المبارك من خلال صناعة الفعل بدل ردة الفعل وبث الأمل في الأمة أن المسجد الأقصى سيتحرر. واعتمدنا عدة وسائل استراتيجية، منها أولا تخريج جيش أو جيل من العلماء الشبان المتخصصين في دراسات بيت المقدس. ثانيا صناعة العلم والمعرفة الخاصة بهذه الأرض المباركة المقدسة وإنتاجها وتسويقها وتشكيل الرواية والهوية الإسلامية عن بيت المقدس. وقمنا بهذا من خلال وسائل، أولا المؤتمر الأكاديمي الدولي السنوي، هذا المؤتمر 22 وعقدنا منه في تركيا 9 مؤتمرات والحمد لله رب العالمين. نعم العلم والمعرفة يقود التغيير والتحرير والعمران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.